شيخ السلم أو من يدخل الجنة يوم القيامة، كيف الجمع بينه وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس في الجنة كناشطة والشهداء؟ في رأهم في الجنة هذا رواية منام تعرف من وإن كان منام الأنبياء حق، لكن يوم القيامة يدخلون قبله، ما يدخلون قبله لأن هذه الأرواح الآن، وأرواح المؤمنين تسرح في الجنة وأرواح الشهداء تسرح في الجنة، هذه الأرواح. أما الرجل يدخل بروحه وبدنه للجنة ما يدخل هناك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أوردت إشكالا حديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ما أرجع عمل عملته ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دف خف سمعت خشخة نعليك أمامي. هنا نعم يكون فيها الإشكال، وهذا حديث متفق عليه. الجواب عن هذا أن تقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو تقدم فضل، وهذا واضح إنه بمنزلة العبد عند سيده. فالعبد الآن عند السيد يتقدم أمامه يفتح له الأبواب ويجهز له الأماكن، ليس لأنه يتقدم الآن، وحتى عرفه ما يعد الناس تقدما، يعتبر هذا من العادات. لكن شخص لا يريد فتح الأبواب يتقدمه من الحاشية يبطشون به، يعتبرون هذا تنقصا له. ففرق بين الصورتين، فكان تقدم بلال من هذا على هذا الوجه. طبعا هذا أحسن ما قيل، هذا اختيار ابن القيم في حادي الأرواح وهو ذكر هذا. في قول آخر إن كان تقدم بلال كان أن أول نبي ذكر هذا على وجه الفضل وبين منزلة بلال، ولا يلزم يكون هو أول الداخلين، قد يكون أنه دخل قبله ثم دخل بلال، والنبي يستفتح الأبواب يرى بلالا أمامه. لكن القول الأول أقوى وأصح، والله أعلم.